الاستراكشر القديم حقهم اللي هم والله فول بوك جيس مع 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 شندرا او كوركي في النص ومع مع مع اجريل في البوت شفناه برضو في بدايه السيزون هذا, وشفناهم برضو الاسبوع اللي فات والاسبوع هذا دي تراي تو ادابت ذا ميتا بيتر, شفنا منهم يعني فييجو, شفنا منهم سيت برضو, فبدينا نشوف منهم تغيير شويه يعني تو فيت الميتا حبتين احسن. وهذا اللي اتمنى اشوفه نستمر نشوفه اليوم, لانه من يوم ما بداوا يغيروا يعني البيك ستراكشر حقهم بدا ادائهم يصير افضل, وزي ما انت شايفه يعني توكسيك اللاعب بسات فييجو سندرا از السيجنتشر حق ريفنجر لما ما يكون عنده فلاد وما يكون عنده كوركي, ان هيز دوينج ريلي ويل وذ ات. وسندرا عامه في الميتا الحين ما هي بطاله في البرو بلاي اونلي, واجين ستيتش على كومفورت بيك اللي احنا متعودين عليه, وليونا تو سبورت والله الاول ان انجيج ولا اي او اي كميه الاي او اي دامج اللي بنسويها. طبعا لما طالع في الكومبوزيشنز خلي عدوي هو اللي, وقبل ما تتكلم يا عدوي انا عايز اوضح حاجه بالنسبه للتو بانز اللي مش موجودين عند فريق جي اكس ار, ده بسبب ان كيف دي كان عمل ليف للماتش ايرلي امبارح, فبالتالي اتحرموا من تو بانز لان دي تاني مره كان يعملها, فده السبب ان هو البانز اكتر مستريحه بالنسبه لفريق عبال والصحبه, وبالتالي احنا شايفين الشامبيونات اللي هم اكتر مستريحين فيها. بالتالي عدوي معاك المايك اتفضل. لا لو هتكلم اكتر عن التيم كومبوزيشنز, طبعا اولا اول حاجه المباراه دي مهمه جدا لصالح ابعال وجي اكس ار لان الفرق بينهم وين واحد فقط, فاللي هيقدر ان هو يفوز على التاني لو ابعال فاز هيوسع اكتر واكتر المسافه ما بين الفريقين. ولكن اللي عايز ارجع تاني للتيم كومبوزيشنز, يبدو لي ان جي اكس ار عايزين يلعبوا برضو على نفس خطه الميد جونجل سينرجي. عندك طبعا لما تشوف زينشا او ايرلي جيم جونجلر مع البلانك ميد لينر بتحب ان هي تتحرك مع الجونجلر بتاعها, تعرف ان جي اكس ار عايزين هم يعملوا شويه سنو بولينج ما بين اللاعبين دول, ان هم يحاولوا اما ياخدوا الليد ده للتوب لين او للبوت لين. ولكن مشكلتي الوحيده ان البلانك دي قصادها يعتبر كاونتر, مش في هارد كاونتر, يقول سوفت كاونتر شويه في السندر, ان السندر بتعرف ان هي تتعامل شويه ضد البلانك في الماتش اب. السندر بنسبه كبيره اوقات كتير تعرف ان هي تاخد البوش, او حتى لو البلانك بتحاول تهدد عليها بالديستورشن او الوان شوت او البوك كومبو بتاع البلانك, سكاتر ذا ويك تعرف ان هي بتايمينج كويس تقدر ان انت تكنسل الدامج بتاع البلانك. فالميد لين ماتش اب هيبقى دور كبير, دور كيفدي وريفنجر كبير جدا ومهم ان هم يحاولوا يتفوقوا على الاخر, لان بنسبه كبيره لو كيفدي قدر ياخد البرايو في الميد هيعرف ان هو يساعد الجنجلر, ولكن لو ما قدرش يعمل كده ممكن احنا نشوف صعوبات ان جي اكس ار تعرف تعمل اكسكيوت للكوم. اوكي طيب بالنسبه للبانز يا سورند, هل هي في اي حاجه غريبه منها من التو تيمز ولا الحاجات اللي احنا متعودينها؟ نايس تارجت بانز الثلاثة كلها اللي صارت في البداية, إن كان إيكو عشان فليكس بيك ما بين كيف دي ومادنس, ليسن إذا مادنس سيجنتشر بيك برضو كيف دي لما ما بيكون عنده موجود طبعا لبلانك, أو سوري هي برايترايزز دائما إنه ياخد تي اف على أساس والله يساعد السايد لينز, وهذا طريقة لعبهم طبعا. إذا ما كان عنده تي اف كان ممكن يلعب غاليو أو ممكن يلعب لولو, they pushed him or they coerced him to pick something like a blank, وهو وكيف دي برضو كويس بيها ما عندنا مشاكل فيها. الشيء الوحيد اللي يذكر بالنسبة لي ست يمكن الفاليو حقته ما هي أكبر شيء بما إنه ما عندهم يعني جي إكس آر ما عندهم أي تانك يعني that has يعني الفرونت لاين بوتنشال مرة كبير عالي ويقدر يستخدمه لما يسوي الألتي على الباك لاين حقهم, وفي نفس الشيء برضو عندهم عندهم كمية موبيليتي مرة عالية سواء بتريستانا دبليو ولا حتى بلا بلانك دبليو, ونفس الشيء برضو حتى بارتونار إن كان بالكيو حقته يقدر يبعد يعني هي كان أكشلي يوصل الباك لاين حق أبعال, فما حد يستفيد من الألتي حق سيت بطريقة مرة كويسة, أو يصير سيت ينقلب عندنا هنا لمور of appealing champion أكثر من إنه engaged champion في الحالة هذه. فأوفرول جي اكس ار يعني اي ثينك الكومبوزيشن حقهم فيري اجريسيف مره كويس, عندهم ويننج بوت لين, عندهم ويننج ميد لين برضو تو سيرتن اكستنت بالذات في 2 في 2 اللي ما بين مادنس وكيف دي, وعندهم بوتنشال ويننج توب لين. فأوفرول يعني اذا لعبوا الايرلي جيم حقهم كويس صح واخذوا ادفانتجز مره كويسه دي كان ترانزليتد لي والله اللي وين مره كويس في الايرلي. الماتش اب حق ايريليا وست عدوي از سكيل ماتش اب مور اور ليس, مين اللي حيفوز فيه صراحه حيعتمد على هو ايفر يعني جتس ادفانتج صغيره في البدايه او الجنجل يساعده. وطبعا بما انه يعني بالنسبه لجي اكس ار كل الثلاثة لينز عندهم بوتنشل انهم يكونوا سترونج سايد, انا ماني عارف صراحة مادنس حيبدا حول مين, هل حيطلع لأيريليا في البداية ويحاول يعطيها ادفانتج عشان ما عندهم سيت اب مع لولو في البوت, ما عندهم شامبيون زي ليونا, ما عندهم شامبيون زي ناتالوس, يعطي ادفانتج للتوب حقه بارتنر جيتس فيري فار هيد بعدين ينزل يحاول يساعد البوت, او لا والله حنشوفه ينزل بوت على اساس يحاول يعطي ادفانتج ل ل ل ل ل ل
لتريستانا في البدايه. والفكره برضو ان انت عندك توكسيك هيل بقى له فتره مرتاح جدا ان هو يلعب السات, ف وعبال ابتدى يلاقي نجاح وتوكسيك هيل بيلعب السات, وعاده توكسيك هيل بيكون دوره مهم في المباريات, عاده بيكون هو اللي بيخلق الشو ستوبر بتاعته. يعني عينك في هذه المباراه بالنسبه لي على توكسيك هيل بالشو ستوبر بتاعته قد ايه ممكن يقلب الامور. نفس الحكايه برضو مع بوتشر, بوتشر ابتدى يلعب رومينج سبورتس اكتر في الليونه, فاتوقع الليونه دي هتكون رومينج كتير في الايرلي جيم, هيسيب ستيتش لوحده ان هو يوصل يعمل سيف فارمينج, يلعب ويك سايد شويه بوت لين, ويبتدي الليونه ان هي تعمل رومينج مع جي سكيلز, نحاول نستخدم البرايو اللي المفروض يكون مع ريفنجر, وحاول ان انت برده تسنوبول التوب لين. فيمكن هي دي اكتر الكومب بتاعت عبال هتعتمد عليها, ولكن زي ما اتكلمت يا ثورند ويا فولدر من شويه, كله هيعتمد من ناحيه جي اكس ار, هتعرف ان انت تاخد افضلية كبيرة على تريستانا ولا لا. يا ريت ما تشوفش التانك تريستانا بيل تاني من راست النهاردة. نفس حكاية بارتونار, احنا عارفين ان هو متمكن ميكانيكلي, بيعرف يلعب ايريليا كويس, شامبيون هو مرتاح ان هو يلعب عليها, فبرضو ده هيكون مهم ان هو ما يسيبش توكسيك هيل يلعب بطريقة اللي هو عايز يلعبها بسات, وهي انك يلعب شوية سيف في اللين, يعمل سيت اب للجونجلر بتاعه, ينضم للفايتس بعد كده بالشو ستوبر. الايرلي جيم في رايي بتاع جي اكس ار ممكن هي هتاثر لهم اول 10 دقايق مباراه, هيعتمد بنسبه كبيره عليهم الكومبوزيشن دي زي الجيم اللي فات تقريبا يا سورند, ان هو ادوي كان اتكلم برضو ان لو فريق رعد كانوا عرفوا ان هم يقعدوا اول 10 دقايق بس يلعبوها ايرلي ويكسبوها تقريبا هنكسبوا الجيم, وده اللي حصل. فانا شايف نفس الكلام تاني زي ما ادوي قال بالظبط, ان هو جالاكسي ريسرز عندهم نفس الكلام. لكن فوتك هروح لمين يا سورند؟ والله اداء الفريقين متقارب جدا من بعض, وفعلا وشفنا جي اكس ار يعني الفريق الوحيد اللي فاز عليه قبل كده هو ابعال, وشفنا ابعال يفوز في جيمين اكثر من جي اكس ار اللي هو فايز جيم واحد, فمره صعب تقول الفريق هذا اوفر الفريق هذا. اطالع في ابعال الاقي ست عنده ادفانتج بسيطه على ايريليا المفروض من وجهه نظري, اجين سكيل ماتش اب زي ما قلنا بارتونار ميبي هاز يعني عنده الخبره وعنده الامكانيه انه يفوز, بما انه توكسيك يعني بيجرب بالنسبه لنا شامبيون جديد. طبعا انا ما اعرف صراحه توكسيك يلعب ست بطريقه يعني هاو هاي ليفل يلعب ست فيها, بس اوفرول ست المفروض يكون عنده ادفانتج بسيطه على ايريليا, وهل توكسيك حيستغلها وحيستفيد منها وياخذ بها كلات ولا لا, وهل حنشوف والله جي سكيلز يلعب حول ولا لا. واظن التوب لين هو اللي حيحدد اكشلي نو اي دونت نو مين ابعال ولا جي اكسر ما ادري البوت هنا ويننج, الميد هنا ويننج, التوب هنا ويننج, فكلهم الاثنين صراحه عندهم بوتنشل مره كويس. فاليوم بس عشان يعني المومنتوم حق ابعال ماشي مره كويس حقول ابعال. اوكي واحد لابعال وواحد لجالاكسي ريسرز عشان عدوي ما ياخذ جالاكسي ريسرز كمان. يس عشان ابعال كل مره يسوي فوز يعني عدوي دائما يسوي فوز للتيم المصريه, انا اخذت التيم المصري منه المره هذه. اوكي ادوي ده بس انا عايز افوت للتيم المصري, انا كنت هقول ابعال لان انا شايف ان ابعال لسببين. سبب فعلا زي ثورند اللي قاله اللي هو فكره ان هم ماشيين بمومنتم عالي بقالهم فتره, ابتدوا ان هم يرجعوا تاني بالذات الفوز ضد فوكس, يمكن هو ده اللي بدا لهم تغيير في المايند سيت. وفي نفس الوقت في كميه راحه, بوتشر بيحب الانجيج سبورتس, ريفنجر بيحب يلعب سندرا ولاقي نجاح بيها, نفس الحكايه مع توكسيك هيل. عشان كده انا شيء يعني ليننج اكتر تجاه ابعال الصح زي ما ثورند بايست ابيرنتلي. اوكي خلاص يعني هنسيب الكلام ده مع فانسي اي دي سي ومورو, هم اللي هيحددوا لنا مين فعلا اللي هيبقى الفريق كسبان في الماتش ده. فيلا بينا ولكم الكلام يا شباب. صراحه يعني ما ادري, اشوف انه في بوتنشل جدا جدا كبيره من فريق ابعال والصحبه انهم بيقدروا يؤدون اداء كويس في المباراه حقتهم, خصوصا انه الكومبيتيشن حقهم كويس. لكن زي ما قالوا الشباب يعتمد نسبه كبيره على التوب لين ماتش اب, وهل ست يقدر انه يسوي او يفوز السكيل ماتش اب هذه, ولا اريليا وبارتونر يقدر انه يفوز عليه بالطريقه اللي احنا متعودنا انه يلعب فيها. شوف هو على الورق المفروض سات عنده افضل على ايريليا بالذات في الايرلي جيم, وفي نفس الوقت احنا شفنا توكسيك هيل على سات في اكثر من مره يا فانسي, وفي اكثر من ماتش اب الراجل ورينا هو متمكن من هذا السات وواثق جدا من هذا السات. فنشوف الان امام بارتونار ايريليا اللي هي برضو تعتبر المين شامبيون بتاع بارتونار, فهذه مواجهة هتبقى يعني هتبقى very interesting احنا نتفرج عليها. ولكن اتوقع يمكن اكتر حد اخاف منه في هذه المباراة هو مادنس بيعشق الايرلي جيم جونجلرز, بيعشق الجانكينج جونجلرز بالذات. في سبب ليه مادنس المين بتاعه كان ليسن في يوم من الايام, والوقتي بيلعب على زنزاو, بيلعب على تشامبيون قوي جدا في الايرلي جيم, ممكن يدور على جانكس كتيره في الايرلي جيم ويحاول يسنوبول يا اما لتريستانا يا اما لبلانك او حتى الايريا في التوب لين.
بالضبط، ولكن الصراحه يعني التركيز بيكون دائما على التوب سايد من الماب في الجيم هذا بالذات، لانه في البوتلين ما راح نشوف اشياء كثيره. عندك ازرل، عندك ليونا، صحيح انه ليونا بيكون عنده فرصه انه يسوي ذاك الانجيجز اللي هم محتاجينه، لكن بنفس الوقت الانجيجز هذه ما راح تكون متركزه على البوتلين، بتكون متركزه اكثر على الرومينج اللي هو بيسويه داخل الجنجل بالذات مع سكيلز ومع تواجد فييغو معهم في التيم. بنفس الوقت يعني بارالايز مع رست، بارالايز احنا متعودين عليه انه دائما ياخذ الرومينج سبورت اللي ممكن تساعد باقي الفريق، لكن مع لولو بيكون الامباكت حقه اقل، ونفس الوقت هم كلهم محتاجين للاي دي سي تبعهم سواء كان ستيتش او رست انهم يوصلوا لهم والليت جيم مع يعني تريستان وازريل والسكيلينج اللي ممكن انه يسوونه. فالنقطه هذه بتكون شوي صعبه وشوي كويسنبل، ما ندري صراحه زي ما قالوا الشباب المحللين صعب جدا انك تحدد من الفائز. صعب صعب، المباراه دي هتبقى متقاربه جدا، ولا ننسى مباراه مهمه لفريق ابعال، عشان لو ابعال عرفوا يهربوا من المركز الثامن، لو عرفوا يوصلوا الى السابع او السادس، ساعتها فريق اي 9 محتاجين يوصلوا للبلاي اوفس ومحتاجين المركز الثاني على الاقل. بينما جي اكس ار نفس عندهم نفس المشكله، لو هم في المركز الثامن وابعال وصلوا الى المركز السادس السابع او السادس او حتى الخامس، ساعتها جي اكس ار في خطر السقوط من التوب 7. جي اكس ار هيضطروا هم يتجهوا الى لاست شانس كواليفاير. فهذه المباراه مهمه للفرقتين، محدش عايز يبقى في المركز الثامن، الاثنين بيكافحوا على الاقل على المركز السابع، وطبعا الحلم الوصول الى الخامس. بالضبط، لكن الشباب في فريق افعال الصحبه صحيح انهم كان ادائهم كويس بدات في الاسابيع الماضيه، قدروا انهم يفوزوا جيمين، وتلاحظ التطور في المستوى. شوف عندنا تاكسك هيل الان مع تريد مع بارتونار اللي قاعد يحاولون يبعد بس من الاوتو اتاكس مع الكونكرر اللي طالع من تاكسك هيل، اللي صراحه يعني تكلمنا احنا انه سكيل ماتش اب، لكن تاكسك هيل حتى الان بالذات من بدايه الموسم الحالي قاعد يؤدي اداء يعني يفوق توقعات الكل، ودائما هو يكون من احد اهم الاسباب اللي يفوزون فيها فريق افعال. فهل بيقدر يستمر ويؤدي نفس الاداء في المباراه هذه؟ ما ندري صراحه. شوف الان هذا توب لين، يا توقعناها ان سات ياخذ افضليه على ايريليا في الايرلي جيم. سات يعني من واحد من الكاونتر بيكس لايريليا، لما ايريليا كانت بتتلعب ميد في الباتش اللي فات كان سات ميد كان هو الرد على هذه الايرليا. تشامبيون يقدر يسيطر على ايريليا في الايرلي جيم، يقدر يثبت بلين برايو كبيره جدا، وبالتالي بارتونار لازم يحترم خطوره هذا السات، لازم يحترم بالذات ان مادنس متجه ناحيه البوت لين. شوف زينزاو بيبات ناحية البوت سايد، فبارتونارد لازم يلعب ويك سايد إيريليا الآن، ولازم يحترم جدا السات نفجولي ما يبغى يسوي كذا يمور. وشوف كديش قاعد يدخل الانجيج، مجرد ما توكسك هيل بس يضيع الإيه حقته على طول بارتونارد بيحاول يدخل الانجيج، بيحاول يسوي ريزيت على المينيونز، بيحاول يسوي ستاكس الكونكرر عشان بيقدر انه يوفر الدمج الكافي انه ياخذ الكل على توكسك هيل. بس بنفس الوقت توكسك هيل مع البوش اللي قاعد يسويه هو ما عنده مشكلة، مطمن انه يسوي البوش هذا بما ان فييغو متواجد في التوب سايد، وعندهم الانفو انه زينزاو متواجد في البوت سايد من مادنس، فالشيء هذا بيخليه مرتاح يقدر يسوي البوش براحته، وبيضغط على بارتونار بشكل جدا كبير. شوف فييغو الان يتجه ناحيه التوب سايد سكوتل، ومادنس في البوت سايد سكوتل، اظن هذا باثينج متوقع جدا من الاثنين جونجلرز، وكل ده طبعا لصالح الاستاذ جي سكيلز، الاستاذ خالد عصام جونجلر فريق ابعال والصحبه، عشان هو بيلعب سكيلينج جونجلر. هذا فييغو صحيح الكلير بتاعه اسرع من زين، ولكن في الايرلي جيم زين زاو اقوى بكتير من فييغو، فبالتالي جي سكيلز هيحاول يأفويد هذا زينزاو على قد ما يقدر، مجرد ياخد فارم ومحاول يسبق زينزاو في التمب ويحاول يسبق زينزاو في الاكس بي، وساعتها لما يوصل الباور سبايك بتاعته ساعتها يمكن عبال الصحبه يبداوا يدوروا على فايتس. اثنينهم تقريبا مستمرين على نفس الجنجل باث، ما في ذاك الفرق الكبير. الان بنشوف سكيلز بيحاول يسوي الريست، يبي يقدر يشتري الايتمز الاول تبعه، وبنفس الوقت بيتوجه على طول الى اللين اللي بيكون عنده البرايو فيها اللي بيقدر يستفيد منه. بوتشر الى الان ما شفنا منه اي محاولات من الرومز ومن اي محاولات من الانجيج، والشيء هذا ممكن ما يكون من صالح ليونا، لكن بنفس الوقت هو ينتظر اللحظه المناسبه، واللحظه المناسبه يبدو انها بتجي بعد قليل، لان سكيلز متوجه للبوت لين، واحتمال كبير بنشوف الفايت الاول على الكنترول للبوت سايد عشان دريك بيبدا بعد قليل. اتوقع اظن ابعال وصحبه مش عايزين يعملوا كونتست لهذا دريك، عشان يعني صعب للازرل ولا ليونا توكسيكال، صعب الازرل وليونا ياخدوا يحاولوا ياخدوا برايو ضد لولو وترستانا، فبالتالي اتوقع هذا التنين الاول ممكن يكون من نصيب فريق جي اكس ار، ولكن اتوقع في المقابل ابعال وصحبه يمكن يدوروا على بلاي الناحيه الثانيه من الماب، يدوروا على بلاي على هذه الايراليا ويستغلوا قوة السات بالذات في الايرلي جيم. توكسيك هيل ليفل 5 الان قرب جدا على ليفل 6، ويمكن اول لما جي سكيلز على الفييجو يجيب ليفل 6 هو كمان نشوف تحرك على التوب لين.
بالضبط زي ما قال ادوي صراحه في استديو تحليلي انه بيكون فرق كبير جدا الشو ستابر تبعه قديش انه بيسويها بيسويها على مين، سواء كان انه يوقف الانجيج اللي ممكن يطلع من بارتنار او حتى مادنس بعد ما يسوي او اذا قدر يسوي داش على سندرا بالذات الريفنجر بما انه ما عنده ذاك الموبيليتي الكثيره ما في ذاك الاتريتي اللي موجود مع فريقه اللي بيساعده انه يكون عنده شويه سيفتي اذا حاول انه يدخل الانجيج. الشيء هذا ممكن انه يفيدهم وقتها مع تواجد توكسيك هيل مع البيل اللي ممكن انه يقدر يوفر كاسيت. لكن نفس الوقت بشوف الان وصل لما التوبلين وكل الجنجلرز موجودين في البوت سايد من الجنجل بيحاول سكيلز قد ما يقدر انه بيسوي الديب وارد بيحاول نفس الوقت انه يكشف المكان حق مادنس. مادنس ما بياخذ راحته واحنا مو متعودين ان مادنس يصير بالوضع هذا دائما يا مورد. مادنس هو الشخص اللي هو اللي يسوي انفيد بنفسه هو اللي يحاول يسوي البلايز بنفسه. وشوفوا الان يعمل انفيد ومعه بارالايز يحميه طبعا عباله صحبه شايفين هذه لولو شايف وزين بيتجه في الجنجل فاظن ما فيش خطر هنا الفريق عبال. وانا شايف فييجو متجه ناحيه التوب لين وايريليا بتعمل بوش ما فيش وورد للاستاذ بارتنار. صحيح دراجون بيتاخد لكن شوف المينيما بص توب لين بالضبط التوب لين بيشوف عندنا الانجيج بيطلع على طول الفانجارد ايج من بارتنار لكن هل بيقدر يسوي عنده فرصه يسوي اسكيب بيحاول انه يوفر اكبر قدر ممكن من الدمج بيحاول انه يستفيد من الكونكر قد ما يقدر مع اتاكس لكن مستحيل انه يستفيد منها. بنفس الوقت بيطلع التي بي الان بعد ما شفنا فيس برو طلع للعبال بيحاول قد ما يقدر كيف دينه ياخذ الكل على واحد منهم بيسوي دبليو بيسوي الالتي بيطلع على طول بيرجع مره ثانيه للدبليو حقته بيرجع مره ثانيه بيسوي التشين بس ما في فرصه مو قادر انه يلقى الفرصه المناسبه انه ياخذ الكل على احد منهم. توكسيك هيل قدر انه يلعبها بصوره مناسبه احترم الخصم حقه طلع قبل ما يعني يحتاج انه يستعمل الفلاش. بنفس الوقت بارتنر ضيع الفلاش حقه ضيع الالتيميت بنفس الوقت ما طلع بشيء. خلونا نشوف الاعاده. هي بالضبط خطر ان بارتنر كان معه ويف كبيره جدا ولكن الجنجلر بتاعك بياخد دراجون محدش يقدر يساعدك هنا بارتنر. الجنجلر والسبورت مشغولين في دراجون يعني اظن كده او كده كان ممكن توكسيك اصلا كان ممكن توكسيك هيل يجيبها سولو كيل ولكن وجود جاي سكيلز طبعا ضمن هذه الكل لصالح فريق عباله الصحبه. والمشكله ان هذه الايريليا الان من غير فلاش فاتوقع عباله الصحبه يبداوا يركزوا على الايريليا دلوقتي عشان بارتنر من غير فلاش من غير التيميت طول ما هو في السايد لين طول ما هو في بوت او توب بتبقى ايزي جانكس وايزي دايفز لهذا فييجو ضبط. لكن لا ننسى انه الميدلينرز الان اثنينهم ما راح يكون معهم التليبورت بعد ما شفناهم يستعملونها يرجعوا لميليناتهم لكن بالمقابل كيف دي استعملوا عشان يرجع للتوب سايد يحاول انه يساعد بارتنر في الانجيج اللي سواه وبالاخير ما استفاد منه ذاك الفائده الكبيره. لكن بنفس الوقت دريك الاول يروح لصالح فريق جي اكس ار اللي هو بيكون الماونتن دريك ما راح يكون معنا هو السول. لكن بنفس الوقت صراحه فريق ابعال ممكن انهم اخذوا ادفانتج بسيطه في التوب سايد لكن برضه مشوارهم طويل اذا بيحاولوا ياخذون الفوز. اتوقع ممكن نشوف السواب او التحرك هنا من فريق ابعال عشان جي اكس ار خلاص عملوا السواب راست وبارالايز خلاص راحوا في الميد لين وشفنا ايريليا تتجه الى السايد لين فلو ابعال وصحبه مش عايزين يدوروا على بلايز بوت لين على هذه الايريليا يبقى اتوقع نشوف السواب منهم ايضا عشان بهذا المنظر جي اكس ار ممكن ياخدوا هيرلد بدون كونتست. لازم ابعال وصحبه يتجهوا الان ناحيه هذا الهيرلد ويبداوا الفايت. ما ينفعش جي اكس ار ياخدوا هذا الهيرلد. جكسار ماخذين راحتهم في الماب بشكل جدا كامل لكن لا ننسى انه احد الاسباب اللي خلت فريق ابعال وصحبه ما يسووا او يحاولوا انهم يسووا اللين سواب لانه بنشوف انه توكسيك هيل ماخذ الاكسكيوشنرز كولينج فمعناته انه هو بيكون ماخذ راحته اذا كان بيواجهوا اريليا. لكن كذا ولا كذا دولي ان فريق جي اكس ار يعرفوا انهم يتصرفوا مع الهرض هذا اذا حاولوا فريق ابعال وصحبه يقدرون يسوون الانجيج وهذا هو بكل بساطه بياخذون البيك عليه وعلى طول بيرجعوا يسووا روتيشن. ابعال وصحبه لعبوها صح عارفين هم انهم موجودين بالتوب سايد انتظروا الفرصه المناسبه اخذوها بالاخير. لكن توكسيك هل مع اخذه للاكسكيوشنرز كولينج اللي ما راح يفيده كثير بما انه اريليا ما راح يواجهه اصلا الشيء هذا ممكن يضرهم بشكل عالي. لكن هل هم لعبوها صح عشان ابعال وصحبه ضيعوا كتير جدا عشان هذا الهيرلد. شوف ستيتش اتحرك من البوت لين اتحرك من البيس لحد الهيرلد ودلوقتي بيرجع تاني للبوت لين. ستيتش خسر كتير جدا خسر 2 ويفز بعد ما كان متقدم على راست الان اصبح متاخر عن راست. والفكره ان ايراليا بارتونار في البوت لين اخذ كميه فارم رهيبه يعني ست خسر ازريل خسر وابعاله الصحبه هذه البلاي حتى يعني لازم يطلعوا فاليو بفاليو كبيره جدا من هذا الهيرلد لازم يطلعوا ببورد من هذا الهيرلد لو عايزين البلاي تبقى ورث ات. بالضبط هو كله يعتمد على استعمالهم للهيرلد الان هل هو بيكون يستاهل الريسورسز اللي ضيعوها عشان بس ياخذون الريتيك منهم ولا لا لان فرق الجولد بين الفريقين الان بنشوفه انه اعلى بكثير لصالح فريق جي اكس ار من ناحيه اللينز والكيريز اللي بيكونون فعلا هم يسوون الامباكت على الجيم. بنلاحظ الان تريستانا حوالي معاه 400 جولد زياده خصوصا انهم مسوين اللين سواب بالذات في التوب لين مع ان ست هو قدر انه يفوز عليه الفايت في التوب سايد مع تواجد سكيلز في الفايت ايضا
إلا أن أريليا هو الآن تقريبا قدر يعادل الجول، خصوصا بعد ما ستيتش ضيع نسبة كبيرة منها في البوت سايد. بنشوف الآن طبعا كلها تو إيرلي إننا نلاحظ الجول ديفرنس اللي موجود بين الفريقين، لكن برضو يبدو لي أن الفريقين الآن كلهم في محل يعني متساوي تقريبا، بس اعتماد كبير على استعمال الهيرلد القادم من سكيلز كيف بيقدرون يستفيدون منه. فكرة نشوف مع إن عبالو الصحبة جابوا الفيرست بلود الآن متأخرين في الجولد عن جي اكس ار، كل ده بسبب البلاي على الهيرلد. عبال ضحوا بجولد واكس بي كتير جدا عشان يضمنوا هذا الهيرلد، والآن عايزين نشوف نتيجة هذه التضحية. جي سكيلز يتجه إلى أين بهذا الهيرلد؟ ممكن يدور على بلاي توب مرة أخرى على هذه الإيراليا، عشان أكيد 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 زنزاو أكيد جي اكس ار هيحاولوا يركزوا على الدراجونز، هيركزوا على البطلين. بوتشر بيكون جدا لو حاول يسوي فيس تشيك، لكن بوجهه كان مادلس مع باريلايز. الشباب الان الى الان سكرمشز مستمرين فيها في البوت سايد، يحاولوا يسيطرون عليها خصوصا مع دريك الثاني، لو اخذوه بيكون مره بدري بالنسبه لهم ومره بيفيدهم، خصوصا مع السكيلينج اللي هم ينتظرون يسوونه مع اريليا والبلانك وتريستانا. قبل كذا عندنا محاوله من التوب سايد، بيكون في دايف بارتناري بيحاول يسوي كل من ينز قبل ما يقدر يسوي شيء. سكيلز يقول ابورت اطلع، ما راح نسوي دايف، ما راح نسوي شيء. مادنس ما اخذ راحته في الجنجل في البوت سايد، ستيتش بيحاول يوقفه، اوتو اتاكس مستمره منه، بس الى الان ما راح يكون في فرصه يسوي شيء. ترو شوت براج طالع من ستيتش بيحاول يسوي كلير للجنجل معاه، بس مادنس ديسنجيج والست اب حق دريك بيكون جاهز منه. اوكي شوف شوف جي سكيلز كان بيفكر يحط الهيرل في التوب، ولكن قرر يحمي البوت لين من الدايف عشان مادنس كان متجه بوت لين وكان بيدور على الدايف، وطبعا ممكنه جدا بالزنزاو واللولو التيميت ممكن جدا نشوف دايف، لكن لازم يكون ورثت. You want to contest الدراجن دوت صعب يا عبعال، تريستانا أقوى بكتير، راست أقوى بكتير على دي التريستانا. نفس الكلام لمادنس والجي اكس ار يلعبوها بصبر، يلعبوها بذكاء، مستنين غلطة من عبعال، ولكن حتى الآن الغلطة مش موجودة. البوك اللي صار على مادنس منعهم انهم يقدروا يسووا مثل البلاي هذه، خصوصا انه سكيلز كان عنده فرصة انه ياخذ التاور في التاب، كان عنده فرصة يسوي تريد، لكن بنفس الوقت قال خليني اساعد في دريك، وقفهم انهم ياخذونه، بس ممكن هذا يكون تاخير للشيء اللي راح يصير اصلا من فريق جي اكس ار. لكن قبل كذا عندنا في التوب لين بيكون في عندنا فايت، بارتناري بيقدر يسوي الفانجارد اي جي، بيطلع على طول توكسيك هيل مع الشو ستابر، سكيلز بيدخل من الفايت، توكسيك هيل بيقدر يسوي فلاش بيبعد عنه، سكيلز بيحاول يلقى فرصه المناسبه يسوي فيها الانجيج، يبي يقرب منه، الستان جاهز، يبي يسوي الستان اوتو مع الكيو، يبي يسوي الهارت بريكر لكن بيسوي لها داج بارتنار، لكن كل هذا تاخير للكل اللي هي جايه عليه اصلا، لان بوتشر يبي يسوي روتيشن للتوب فلاش، بعدين يقول ويت ليش سويت فلاش انا؟ عمل فلاش عشان جي سكيلز ما ياخدش الكل، عمل فلاش مخصوص عشان بوتشر ياخد الكل. I don't think it's worth it بارتنار، بس يعني كانت محاولة للدرجة دي. There was an attempt more. للدرجة دي مش عايز فييجو ياخد الكل؟ I mean I get it. اوكي بس كده فييجو بدل ما ياخد 300 اخذ 150 حق الاسيست. هي 150 اه ست ما اخذ اسيست على الفايت اللي تو نو ست 75 ايوه، فهي 75 او 150 شوف كل الحالتين صراحه ما راح تكون ورث يعني انك تضيع سمنر سبيل عشان 150 جولد زياده او حتى 225 جولد زياده لسكيلز اللي ممكن انه ما راح تكون فارقه كبير صراحه، لانه في اشياء اهم انهم يركزون عليها وهو الانجيجز والدايفز اللي ممكن انها تكون على بارتنر وبحاجته للفلاش اصلا، انه الفلاش هذا اللي صار مو موجود ممكن يكون كل ياخذها سكيلز غير الكل اللي هو اخذوها اصلا لصالح بوتشر. لكن كلا حالتين دريك بيروح لصالح فريق جي اكس ار، بيكون هو الانفرنال دريك اللي بيقربهم اكثر اكثر من السول بوينت اللي راح تكون جدا مهمه لهم في الجيم. وصلنا الان الى مرحله بدانا نشوف نتيجه البلاي في الايرلي جيم على هذا الهيرلد. في النهايه الهيرلد ما كانش ورثت لفريق ابعال، والجي اكس ار عرفوا يجيبوا اول برج، مش بس اول برج، خدوا البرج ببليتس كامله، بالخمسه بليتس، الخمس بلاطات في البوت لين راحت، فمعناها فرق الجولد الان لصالح فريق جي اكس ار، مع انهم متاخرين باثنين كيلز، ولكن معهم الافضليه في الجولد، معهم الافضليه في الدراجونز ايضا، فجي اكس ار اقوياء. وعبعال والصحبه اوكي لعبوا الايرلي جيم سيف، ولكن تحس ان هم هذه غلطه عند الهيرلد ممكن تبقى غلطه غاليه الثمن جدا، عشان جي اكس ار بهذه الأفضلية شوف التريستانا معها كراكن سلاير، البلانك خلاص معها لودنز تيمبست، والجور درينكر جاهز وموجود عند الأستاذ مادنس، وشوف كيف دي واقف مستني في الجنجل عبال.
ضب دي اكس ار هم الان معاهم البور سبايك البسيطه على فريق عبال الصحبه، لكن اذا فازوا في الفايت القادم اذا حاولوا يسووا فورس للفايت اصلا بيقدرون يفوزون بشكل كبير. بوتشري بيقدر يسوي فلاش الان والانجيج بدا منهم سكيلز نفس الوقت بيحاول يدخل في الفايت يطلعون يسوون انجيج. هو شوف دي اكس ار معاهم السيطره الان، خلينا نسوي بريشر، خلينا نسوي سكيرمشز قد ما نقدر حول الماب بس عشان نضغط عليهم وما نعطيهم فرصه انهم يسووا كاتش اب. نفس الوقت بما انه معانا بور سبايك هم ما راح يسوون تيم فايت معانا، فخلينا نستفيد من الوقت هذا اننا ناخذ اكبر قدر ممكن من الاوبجكتيفز ونطلع فيها بادفانتج عاليه تساعدنا في الميد وليت جيم. خطتهم ماشيه معاهم وحتى الان يبدو لي انه ادفانتجهم اللي بتكون معاهم افضل بكثير من اللي طالع من فريق ابعال. حق يقول جي اكس ار حتى الان اداء قوي جدا، اداء احسن بكثير من اللي شفناه من جي اكس ار في الاسابيع الماضيه. ده جي اكس ار شكله عارف كويس جدا طريقه اللعب وطريقه الفوز بالنسبه لهم عامله ازاي. كيف دي قبل كذا كيف ديش قاعد تسوي، بيحاول انه يسوي انجيج لكن سكيلز موجود الان الانجيج بيطلع من ريفنجر لكن ريفنجر بيسوي عليه دمج مره عالي. كيف دي بياخذ عليها الكل بيطلع بيسوي اسكيب، سكيلز بنفس الوقت بيكون موجود بياخذ البيك عليه، لكن صراحه فارق جدا جدا كبير في الاداء اللي طلع من الاثنين في الاثنين. كيف دي قدر انه ياخذ الكيل مع انهم اثنين ضد واحد، وزياده على كذا ضيع الريسورس حقهم انه الجنجلر يكون متواجد في البوت سايد عشان بس يسوي يعني بالانس للفايت اللي صار في البوت. اداء جدا كويس من كيف دي. اوكي دي سي رجع لحق كانن الحمد لله كان هي بديسكونكت كان يروح عليه بس لحقه. بس لا ويل بيك جدا من كيف دي، عرف يجيب السولو كيل هو اوريدي كان اوت اوف بوزيشن كان ميت ميت لما حاله. شوف مره اخرى الاعاده هنا، يعني اول لما عمل الكوميت من ديت خلاص هو ميت، فقال خلاص انا هدور على الكل هحاول اجيب السندرا. الفكره انا مش عارف ريفنجر ازاي مات. اوكي هو كله على طول رجع دبليو كيو اوتو قالوا مع السلامه. اوكي كيف دي جست بلايد ذا سوبر. الفكره في نهايه الموضوع هي ورثت لعبعال عشان كيل واسيست طبعا، والويف لسه حلوه جدا لفريق عبال والصحبه، ولكن هذه قوه البلانك. البلانك في السايد لين تقدر جدا تجيب سولو كيلز على اي حد قدامها في السايد لين. ما ننساش ان كيف دي مخلص الميثيك ايتم قبل من ريفنجر. كيف دي معه لودن ستامبست بينما ريفنجر مازال باللوس شابتر والبلاستنج واند، فبالتالي هذا الفارق في الايتمز سمح لكيف دي ان هو يجيب هذه السولو كيل، وسمح للجي اكس ار ان هم دلوقتي عندهم مساحه يتحركوا، مساحه يتنفسوا على الماب، ومساحه يجهزوا لهذا التنين القادم يكون التنين الثالث في هذه المباراه. طب لكن الان السيت اب حق الدراجوني بيكون من صالح فريق جي اكس ار صراحه اذا استمروا على البريسر اللي قاعدين يقدمونه. تريستانا بالذات راستي بيكون عنده فرصه جدا كبيره يسوي دامج مو طبيعي مع الليفل اب اللي معاه على ستيتش مع السبورت اللي معاه. لولو تريستانا ابدا ما يستهان فيهم في الميد جيم خصوصا اذا قدر يخلص الكور ايتم حقه اللي هو الكراكن سلاير، بيكون عندهم فايده جدا عاليه. كيف دي متواجد في التوب سايد قاعد يسوي سبريت بوش ماخذ راحته، اخذ التاور معاه التليبورت بيقدر يسوي جوين الفايت متى ما يبغى. الآن الشباب بس جي اكس ار فورس فايت واحد يفوزوا فيه وعبعال بيكونوا في الوضع ابدا ما يحسد عليه. لكن شوف التنين الان يبدا من عبعال، جي اكس ار مضطرين يجروا على التوب هياخدوا التنين هنا عبعال، ولكن في مقابل هذا الانر تاور في التوب لين يسقط لصالح فريق جي اكس ار، وممكن اكتر كمان من الانر تاور عشان بهذا الهيرلد ممكن كمان في ريسك على الانهبيتر تاور والانهبيتر ايضا. بلاي جدا رهيبه من فريق جي اكس ار يقول ما عندنا مشكله تبغون دريك واحد انتم هذه الفيرست بوينت حقتكم، لكن احنا بالمقابل نقدر ناخذ تو تاورز وبنفس الوقت نفتح البيت في التوب سايد اللي ما راح يشيل همه اي ايضا الان، ونفس الوقت بيكون في احد دائما مجبور انه يغطي التوب. بلاي جدا رهيبه من جي اكس ار تريد يتسوي له ريسبكت، وبنفس الوقت عبعال وصحبه ما جاء في بالهم انهم بيسوون شيء زي كذا وسووا اوفر كوميت على دريك صراحه. هي جود بلاي، وعبعال كان ممكن يردوا، عبعال كان ممكن بعد ما ياخدوا الدراجون يبعتوا حد مع سات يجيبوا البرج في البوتلين، كان ممكن يردوا على الاقل اوكي هناخد دراجون وبرج بما اننا خسرنا اثنين تاورز احنا نرد بتاور واحد على الاقل، ولكن عبعال وصحبه ما شافوش هذا الرد. كان بانيك الصراحه من فريق عبعال، كلهم عملوا ريكول، وجي اكس ار الان متقدمين بفارق كبير جدا. يمكن الفارق في الجولد مش بيظهر الحكايه كلها، ولكن هذه اللين في التوب يا كل حاجه لصالح فريق جي اكس ار، وممكن نشوفهم دلوقتي يبداوا يدوروا على فايتس هم. بالضبط، وصراحة في نقطة ما أدري توافقني فيها يا مارو إنه دائما فريق أفعال الصحبة عندهم نفس الخطأ يتكرر، دائما يسوون أوفر كميت على أوبجكتيف معين، والبانيك اللي عندهم فعلا زي ما قلت بيكون واضح جدا كبير.
يعني شفناهم يسووا بانيك على البلاي حقت هارولد في الايرلي جيم يوم جي اكس ار، حاولوا ياخذونه وقدروا انهم ياخذونه بس بالمقابل ضيعوا الريسورس الثانيه. لكن قبل كذا عندنا محاوله من بارتناري بيعيش الفايت ولا لا، بيسوي الفانجلز ايج التليبورت طالع الان من البلاكي بيحاول انه يساعد، لكن برضو التليبورت طالع من الجبال وبيبدا الفايت على طول، بيحاول انه ينحاش وبنفس الوقت كيف دي تواجده في الفايت بيكون جدا جدا في محله، بياخذ الكيل بدون اي مشاكل. بيحاول بادنس الان انه يساعد في الفايت، بيحاول يدخل يسوي الكيج معاه الجار معاه الفرصه اللي ممكن يسوي في الفايت على احد توكسيك هيل بنفس الوقت، بيحاول انه يوقف الدمج اللي قاعد يجي عليه بس ما راح يقدر، رست موجود والريسيت موجوده منه، بياخذون الكيل ثلاثه اربعه من اعضاء فريق ابعال الصحبه ما راح يكونوا متواجدين. جي اكس ار مع البليز والرومز والروتيشنز حقتهم دائما 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 في محلها صراحه. مبدعين مبدعين في الجيم. ويل بلاي جدا جي اكس ار الصراحه. هذه بلاي يعني بالضبط هي كانت ناريه الصراحه من عبعال، ولكن مع ذلك بورتونار عرف يعمل الاوت بلاي. لو كانت ايراليا ماتت في بدايه هذا الفايت كانت تبقى النتيجه مختلفه تماما، ولكن بورتونار عمل الاوت بلاي للجي سكيلز وتوكسيك هيل، وبسبب هذه الاوت بلاي عرف يشتري وقت لباقي جي اكس ار ان هم ينضموا الى الفايت. التي بي كانت موجوده من كاب دي وباقي فريق جي اكس ار عرفوا يوصلوا الى الفايت قبل عبعال والصحبه، فويل بلاي جدا من جي اكس ار. وبسبب هذه بلاي مش بس يكسبوا الكلات، يكسبوا ايضا البارن، واظن جي اكس ار ممكن ممكن يحاولوا يعملوا فايت كمان ويحاولوا يخلصوا الجيم. ليش لا؟ بالضبط. يعني البارون اخذوها الان معاهم الادفانتج في الجولد، قدروا انهم يخلصون السكند ايتم، اغلب الكيرز حقينهم ممكن بس باقي البلانك اللي سكه واحده بس بيخلص الايتم الثاني حقه، لكن برضو تواجد تريستانا مرست يعني اللي عنده كميه دمج مو طبيعيه الان، خصوصا انه خلص الفانتوم دانسر مع الكراك سلاير بظهره دايمري، بيكون لولو مع شلاليا اللي بيساعده انه يسوي كل الانجيجز اللي هو بيسويها، معاه الاتيليتي معاهم كل شيء صراحه. بارتنر بنفس الوقت الانجيجز اللي كان يسويها وقد ايش قاعد يسحب الريسورسز حقت فريق ابعال الصحبه كل شوي الى جهته، بيضطرون انهم يسوون روتيشن عليه بس عشان يوقفون البوش اللي ما حد يقدر انه يوقف سبريت بوش حقه اصلا. شوف الان جي اكس ار تركيز كبير جدا على هذا الميدلين تاور ومستحيل الدفاع عنه. البارن امباورد مينينز معناها ازريل مش هيقدر يكير الويف ولا حتى سندر تقدر تكير الويف. جي اكس ار يستغلوا الان البارن على احسن وجه، ياخدوا البرج في الميدلين ومتجين على طول على البوت لين، وشوف الدامج من هذه البلانك مو طبيعي. حتى الدمج كان على مين؟ على بوتشر. تخيل الدمج هذا كان على سندرا او حتى على توكسيك هيل او حتى على ستيتش بيكون جدا جدا عالي. بس شوف قد ايش جي اكس ار جالسين يقشروا في البيس حبه حبه، خلصوا من التوب راحوا لم الميد، خلصوا من الميد راحوا لم البوت، خلصوا من البوت راحوا لم الميد مره ثانيه. روتيشنز جميله، قاعدين يتحكموا بالويب بشكل جدا ممتاز، والشيء هذا قاعد يفيدهم بافضل صوره ممكنه اللي ابعال الصحبه مو قادرين يتعاملون معاهم ويكررون نفس الخطا انهم يسوون اوفر كميت على سايد واحد وعلى اوبجكتيف واحد. فالآن عبالو الصحبة كيف الدفاع؟ فين الأمل؟ كيف دي سوبر فاد على هذه البلانك؟ تريستانا من راست أيضا رائعة، والجي اكس ار قد يكون هذا الفوز الثاني لهم. وفكرة أن الجي اكس ار الفوز اليتيم بتاعهم كان على عبالو الصحبة، يعني جي اكس ار لو فازوا بمباراة ديت يبقى كسبوا عبال رايح جاي، هتبقى 2-8 الاثنين على عبالو الصحبة. فلهذا السبب هذه المباراة بيرسونال جدا ما بين الفرقتين، وتحس أن الجي اكس ار اخيرا بداوا يعملوا تراي هارد مره اخرى، واخيرا بداوا يورونا الوش الثاني من فريق جالكسي ريسر. ممكن يبقى خطر كبير جدا على فريق ابعال الان، اظن صعب الدفاع عن هذا التور في البوتين. زياده على كذا ايضا في التوب سايد لا ننسى ان الانهبيتر بتكون اوبن، فالروتيشن عندهم في التوب سايد ايضا بيكون احد الخيارات المتاحه. وبنفس الوقت اصلا لو حاولوا يسوون 5v5 بيكون الادفانتج لهم بشكل جدا عالي، والان في اي لحظه راح يبدا الفايت. بوتشر جاهز انه يسوي الانجيج حقه، لكن بنفس الوقت اي شيء بيقدرون يسوون جي اكس ار بالمقابل. الشو ستوبر طالع من تاكتيك هيل وبدا الفايت على طول، رست مع الفلاش مع الكايت مع الجروث اللي طالع من لولو بيكون جدا ممتاز. تاكتيك هيل ايضا سوى الشو ستوبر ولا قدر يستفيد منه بشكل كبير. بارتونر مع الفانجارد ايج بيحاولون يسوي الانجيج بياخذ الكل على طول، سكيلز ما راح يكون متواجد في الفايت. الان باقي اربعه من فريق جي اكس ار بالمقابل اثنين من فريق ابعال الصحبه، فبياخذ الانهبيتر في البوت سايد بدون اي مشاكل، ممكن حتى ياخذون كل. شوف رست، شوف الدمج، شوف الفرست اللي موجود معاه، لو ما جاء عليها الاكزاست كان ريست على طول وممكن ياخذ الكل الثانيه او الاخيره حتى على ريفنجر. لكن الان ديسنجيج فريق جي اكس ار بعد ما اخذوا تو انهبيترز بدون اي مشاكل، سوي ريست، اصرف الجولد اللي معاك، ارجع مره ثانيه سوي جروب، خلص الجيم وانت مرتاح وضامن كل شيء قاعد تسويه. اوكي اوكي اوكي، بارتونار على هذه الايراليا يا جماعه، ما ينفعش ما ينفعش بارتونار يلعب ايراليا. انا مش فاهم يعني عبعلوه الصحبه في الدرافت الكوتش كان بيفكر في ايه، ازاي تسيب ايراليا؟
ازاي تسيب إيراليا على بارتونار؟ هذا الرجل متمكن من الشامبيون. وفي التيم فايت ورينا قوة الإيراليا، حتى مع انه كان متأخر، حتى مع انه اتعمل له جانكس واتعمل له كامبينج في الايرلي جيم، هذه الإيراليا الان متقدمة بفارق 50 فارم على ست على توكسيكين. وشوف مرة اخرى الاعادة في التيم فايت، حاولوا يقتلوا بارتونار لكن بارتونار هدف في باي تايم، حاول يقتلوا الراس. طبعا توكسيكين دخل على راس، لكن شوف هذه الإيراليا ستان على بيجو بعدها الالت على بيجو. امين It's tough. هو عبالو الصحبة بعد ما توكسيك هيل مات خلاص، عرفوا يجيبوا كيل على بارتونار، ولكن توكسيك ميت، ست ميت، فييجو ميت اللي هو يعني الكاري جونجلر بتاعك. وهذا ستيتش ازريل محتاج وقت اكثر، ازريل محتاج ايتمز اكثر، مجرد بالديفاين ساندرر والامور معنا مش كافيين ان هو يدور على هذه فايتس. وريفنجر حتى الان على هذه سندرا ما شفناهوش في الجيم. يعني لو بنتكلم على البرفكت انجيج اللي ممكن يسوونه بعلو الصحبة، بيقدروا انهم يفوزوا الفايت على جيكس ار لو قدروا انهم يطبقونه صحيح، لكن بنفس الوقت الدمج اللي عندهم مو كافي اصلا، حتى في احسن الحالات في افضل الانجيجز اللي ممكن يسوونها برضو فريق جيكس ار بيسوون لهم اوت دامج بكثير، بالذات مع راستو كيف دي والبرث اللي قاعدين يسوونه على السنجل تارجت بالذات. يعني خلاص راستي بيحط البام على واحد منهم بيسوي البوستر شوت وخلاص ما في احد بيقدر يوقفه، لكن كيف دي الان بيرجع مره ثانيه وبيسوي البوك حقه، بيسوي البرث على تارجت ورا تارجت، يعني ما في احد بيقدر يوقفه. شوف كل شويه يدخل على ستيتش، مره يدخل على بوتشر، مره يدخل على سكيلز، قاعد يختار التارجت كل شويه على حسب التواجد الارضي حقته ومين اللي اقرب واحد له. لو استمر على الوضع هذا كل شويه بيقلل من الاتش بي حقهم. فريق جي اكس ار بياخذ راحتهم، فريق افعال الصحبه بيتفرجوا على البيس حقهم وهو قاعد يتفتت قدامهم. ثلاثة انهبس لصالح فريق جي اكس ار، ومش عايزين يعملوا ريكول، مش عايزين يستنوا، عايزين يخلصوا الجيم هنا. جي اكس ار بصراحه عندهم فرصه، ولكن يبدو ان لا 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 التركيز اتجه ناحيه بارن. نعم البارن امامه 25 ثانيه هيبقى على الماب، والجي اكس ار يتجهوا من دلوقتي يبداوا يجهزوا له، واظن صعب جدا عبعال مش هيعرفوا يخرجوا حتى من البيس عشان يوقفوا هذا البارن. بالضبط، المحاولات انهم يسوون ستيل ممكن تكون مره ريسكي، لان موته واحده بس من سكيلز معناته انه فريق جي اكس ار بيتوجه هذا البيس وبيخلصوا الجيم، لكن بنفس الوقت 5v5 فايت ما راح يكون اوبشن للفريق ابعال الصحبه ايضا، فايش اللي ممكن انهم يسوونه الا انهم ينتظروا خطا، ينتظروا مستيك، ينتظروا انجيج كويس من بوتشر، يحاول يجيب التارجت على احد منهم ويقول ان شاء الله انه الدمج حقهم بيكفي. ان ازريل الان كل ما قاعد يخلص ايتمات اكثر، الديفاين يعني الديفاين والمنموني ابدا ما راح يكونون كافيين، بس طبعا فريق ابعال الصحبه هم محتاجين يكونون في البيس يدافع عنها. البارون بيروح الجي اكس ار، ريست اخير ممكن انه بعده الجيم بينتهي صالح فريق جي اكس ار، وحتى لو ما انتهى لا ننسى انهم باقي لهم دراجون واحد بس عشان ياخذون السول بوينت. يا جي اكس ار في موقف الصراحه بيرفكت، يحاولوا يخلصوا الجيم هنا. ممكن شايف التي بي من إيراليا ايضا، يا كلهم موجودين، ممكن تكون دي نهايه المباراه هنا. بوتشر مو موجود معاهم، ما في احد بيقدر يوقف الانجيج اللي طالع من فريق جي اكس ار، معناته بياخذوا راحتهم الان. راستي بيكون جاهز يسوي الدمج، شوفوا الاوتو اللي طالع منه على سكيلز مره عاليه، ما راح يقدرون يوقفونهم ايضا. البارون بف مينينز قاعد يسوي شغل مره كثير، بارتنر الان جاهز يسوي الانجيج، شوف الفانجرز ايش طالع منه، شوف الكروس اللي طالع منه ايضا من لولو. بنفس الوقت بيحاولون يستمرون يسوون شيء، فريق ابعال الصحبه يدور احد يسوي عليه دمج، يدور احد ياخذ عليه الكل، ما في احد. راست سوى الجمب على ثرو شوت براج، ما كان يحتاج ان يدخل انجيج اصلا، لان باقي الفريق متواجد. فارق القول 13,000 تقريبا لصالح فريق جي اكس ار، وجدا بعيدين فريق ابعال الصحبه انهم يسووا اي شيء ممكن يقربهم من الفوز في المباراه. حاولوا، كان معاهم تيم كومبوزيشن كويس، بس الادفانتجز اللي اخذوها في الايرلي جيم والروتيشن الرهيبه من فريق جي اكس ار فعلا ساعدتهم انهم يخلصوا الجيم بالطريقه اللي احنا شفناها تو. يا اظن جي اكس ار فرق في الماكرو رهيب جدا وواضح جدا، وهذا فوز مستحق لفريق جي اكس ار، يبقى تاني فوز لهم في الموسم الثالث هنا من الاي سي، ويمكن تبقى بدايه العوده مره اخرى لفريق جي اكس ار، عشان الصراحه مستواهم في الاسابيع الماضيه فانسي كان مستواهم ضعيف جدا وكان في تعثر واضح في الاداء، ولكن بهذا الفوز ممكن تكون دي عوده مره اخرى للثقه بتاعه فريق جي اكس ار. ولكن فانسي الصراحه لسه عندنا النهارده ماتشين ولا اروع بعد هذه المباراه، خلصنا اثنين وفاضل اثنين. بالضبط، وصراحه زي ما قلت يعني الفوز كان جدا مهم لكل الفريقين قبل شويه، ابعال الصحبه وجي اكس ار مره محتاجين الفوزات حقتهم هذه، كلهم بيبعدون عن انهم يصير لهم ديسكواليفاي، كلهم يحاولوا يوصلون من البلاي اوفز يكونون في التوب 4، بس بنفس الوقت مو قادرين انهم يؤدون الاداء الصحيح اللي فيه مستيكس بسيطه، اداء بسيط ممكن انه يتصلح. زي ما كنا نقول في المباراه الماضيه نفس الكلام في المباراه هذه، انه صراحه فريق جي اكس ار حتى الان هم اللي كانوا مره دامنت على فريق ابعال الصحبه، لكن ابعال الصحبه ايضا مشوارهم طويل صراحه.
لسه الفرقتين دول امامهم مشوار طويل جدا هنا في الموسم الثالث والاخير من كأس العرب. اعزائي المشاهدين هنرجع مره اخرى الى استوديو التحليل الى الزميل نيو فولدر، اليك الكلمه.